متتبعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه قرار تاع التعليق تاع الإضراب اللي كانوا ناويين مجموعة من النقابة تاع القطاع النقل يديروه يوم 21 نوفمبر 2022، ولكن تم تعليق هذا الإضراب. هذا علاش تم تعليق هذا الإضراب؟ واش هي الخطوات المقبلة اللي هذه النقابات غديرها؟ واش فتح شي حوار مع الحكومة من أجل تجاوز المشاكل الكثيرة والكثيرة جدا التي يعرفها قطاع النقل الطرقي على المستوى الوطني؟ من أجل مناقشة القضية دي نستضيف السي مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك، متعددة الوسائط عفوا. سي مصطفى مرحبا بك. استاذ بوسع شكرا جزيلا على الاستضافه. كنتوا ناويين نديروا اضراب يوم 21 يناير 21 نوفمبر 2022 وتم تعليق هذا القرار تاع الاضراب، علاش؟ اولا لابد من رجوع الاسباب ديال الداعيه للاضراب، يعني الاضراب الوطني الذي كان مقرر في قطاع النقل الطرقي للوضائع لحساب الغير اللي قررته مجموعه ديال الهيئات والجامعات والجمعيات كذلك الوطنيه، جاء اولا بعد عدم تجاوب الحكومه فيما يخص الموضوع ديال الغلاء التصاعدي للغازوال. كما كتعرفوا ان الحكومه خصت واحد الدعم استثنائي مباشر لدعم ومواكبه مهني النقل الطرقي بصفه عامه ومهني النقل البضائع بحساب غير بصفه خاصه، ولكن هذا الاشكال ديال هذه العمليه ديال خصوصا اجل وجه المنصه والدفعات اللي الحكومه اليوم تتماطل يعني في الايام والاختلالات اللي عرفت هذه العمليه، كل هذه الامور ناهيك عن الارتفاعات الاخيره اللي غير مسبوقه ديال ماده الغازوال. وكما كيعرف الجميع بان الغازوال في قطاع النقل الطرقي بصفه عامه يمثل اكثر من 40 حتى 50%، اليوم الغازوال تكلفه النقل يمثل مع هذه الزيادات حتى 85%، ديال الاغلبيه ديال المقاولات هي يعني بغات تعلن الافلاس ديالها، ما بقاش المردوديه، ما كانش هناك يعني حوار مع الحكومه، كذلك عده لقاءات يعني جرات في وزاره النقل واللوجيستيك من اجل حل مجموعه ديال الاشكاليات، يعني كاين هناك مخرجات لم تنزل الى ارض الواقع، كل هذه الامور دفعت بالمهنيين لان الضغط ديال القواعد والضغط ديال المهنيين هو اللي كيخلي الهيئات النقابيه او الجمعويه او النقابات او الجامعات انها تعني موقف نضالي من المواقف النضاليه. اش الحوايج اللي استجدت من اجل تعليق القرار تاع الاضراب؟ الشيء اللي تقول فيه باقي يعني حاضر يعني بطبيعه الحال، يعني في الاضراب تعلن تقريبا يوم 3 نوفمبر، تعلن يعني تعطاه واحد الوقت من اجل التعبئه ومن اجل التواصل ومن اجل انخراط كذلك الهيئات الاخرى، لان القطاع فيه مجموعه ديال المتدخلين في تمثيليه ديالو متنوعه وكبيره، وكت يعني كت فيها نقابات وجمعيات وجامعات. اذا القرار يعني اللقاء كان لقاء على مستوى وزاره النقل والمجتمع يوم الخميس 17 نوفمبر اللي حضرته يعني حضره ممثلين المهنيين في اطار التنسيقيه الوطنيه اللي كانت داعيه لهذا الاضراب. كان لقاء تراسو السيد وزير النقل واللوجيستيك اللي دام اكثر من اربع ساعات ونصف تقريبا، كان محور حول هذه الامور كلها اللي ذكرت، خصوصا الموضوع ديال الغازوال والمشاكل ديال المنصه والاكراهات. كان في نفس اليوم صادف ان الحكومه اعلنت زياده ديال 40% اللي طمأنات المهنيين، لان اليوم الاعلان على رفع من القيمه ديال المواكبات تطمئن شيئا ما المهنيين من اجل خلق توازنات. كذلك بالنسبه للمخرجات، واليوم حنا كنتوصلوا الدعوات، يعني الوزاره قررت ان ابتداء من الاسبوع الاول لشهر ذو جانبي المقبل غادي تجراو لقاءات من اجل تنزيل يعني كل النقاط اللي اتفقت مع الوزاره مع الهيئات خصوصا في خمسه المحاور الاساسيه، ولا بد من ان نذكرها، وهو اولا تسويه الوضعيه ديال المجموعه ديال المركبات ديال الشاحنات، كذلك بيان الشحن، التعريفه المرجعيه والولوج الى المهنه لهذا الموضوع، اللي شروط الولوج الى المهنه لان كان هو الموضوع الاساسي اللي خد نقاش طويل بين النقابات والمهنيين. كل هذه الامور يعني اليوم اعتقد ان مع الدعوات الرسميه اللي توصلوا بها المهنيين ابتداء من يعني الاثنين الاسبوع الاول في شهر دجنبير، يعني خلات النقابات والهيئات والجمعيات انها تجتمع اليوم الغد يوم 18 في مدينه الدار البيضاء، وتعقد نزوه صحفيه ومن خلالها تم يعني تعليق قرار الاضراب واعطاء الفرصه مره اخرى للوزاره والحكومه والتشبث بالحوار، لان نحن كنقابات اولا الاضراب هو ليس غايه ولكن هو وسيله، الوقت اللي كيتسد باب الحوار والوقت اللي كيولي ضغط عفوا ديال القواعد نلتجئ الى الوسائل النضاليه والاشكال النضاليه اللي كيقروها بطبيعه الحال القواعد. البعض يقول بان الممثلين تاع قطاع النقل الطرقي ما كاينش شي مبرر تاع الغضب، على اعتبار انتم من القطاعات القليله على المستوى الوطني اللي تتلقوا دعم يعني باش يتخفف لكم المشكل تاع الاسعار المحروقات، في عوض ان قطاعات اخرى ما عندها لا دعم لا والو، صابره وساكته. سؤال مهم ومهم جدا، لان هذه العمليه كذلك كانت من بين الامور اللي ركزوا عليها الاخوان من الدعوه الاضراب، لان يعني اليوم حنا
يعني كنقولوا بان تلقينا دعم ولكن في العمق وفي الواقع اذا جينا للمعطيات والارقام كاينه احتدالات كبيره جدا. ماشي كل المقاولات النقليه كتوصل بالدعم وهذا الشيء حنا وقفنا عليه وقفت عليه حتى الوزاره. وقعت هناك اختلاسات واختلالات داخل يعني اختلاسات ولا اختلاسات واختلالات اختلاسات بشهاده السيد الوزير وانا كنتكلم وانا مسؤول على الكلام ديالي. انا وقعوا اختلاسات وقعوا ديترنومو ديال الاموال هو اللي خلى ان الحكومه انها تعطل شويه هذيك المنحه. وهي اللي سبق لي وذكرت ان كتمر اكثر من 50 60 يوم وعاد كتعطيني واحد المنحه او اعانه. هي ماشي دعم, هو اعانه ومواكبه باش نسمي الامور بمسميات. هذه كل هذه الامور اللي وقعت يعني داخل المقاولات النقليه ولا واحد يعني واحد المشاكل واحد الصعوبات في الاستمراريه. اذا الدعم توصلوا به مجموعه المهنيين ولكن ماشي نسبه مهمه لم تتوصل بالدعم المباشر اللي لا يكفي, خصوصا ان قطاع النقل الطرقي للبضائع. وهذه القضيه خصو يعرفها الراي العام المهني والوطني. اليوم انا في المثال كندير يعني وجده الدار البيضاء كنديرها 5 ولا 6 المرات ولا 7 المرات ولا 10 المرات في الشهر تقريبا. اذا جينا نشوفوا شحال تزاد عليا انا الغازوار راه من 9 درهم انتقلنا ل 17 درهم. اذا تقريبا الضعف. الا غتعطيني انا 6000 درهم وفي اغلب الاحيان الا كانت 40% هي يعني جوج دفعات اللي فيها 40% السابعه راه مازال ما كتصرفش. هاي تعنات وقالوا ابتداء من اليوم 21 ومازال ما كاينش الصرف ديالها. اذا الايام هي اللي كتخدق الكوميلي يعني كتجمع هذاك المشاكل اللي كترتب على على على, على, على الغلاء ديال الغازوار وكتخلي المقاولات يعني عندها صعوبه ديال الاستمراريه ديال العمل ديالها. حاليا ما كاينش شي مؤشر بان تيقول بان الاسعار تاع المحروقات غتنخفض. السؤال هو الى متى غنستمروا في دعم هذا القطاع تاع النقل الطرقي؟ واش ما كاينش شي وسيله اخرى؟ كاين اللي تيقترح المقايسه, كاين اللي تيقترح التسقيف. سي شعول في تلقى راسو ماشي فين كنلقى راسو فين غنلقاو راسنا كاملين. اذا حتى الحكومه كذلك اليوم راه كاين مشروع ديال المقايسه الجزئيه للمحروقات اللي اكد السيد الوزير بانه في الامانه العامه للحكومه ومتواجد لدى السيد رئيس الحكومه لانه مرسوم. وضروري ان التواجد ديال السيد رئيس الحكومه في مجلس حكومي انه يعني تاشر عليه. اكد انه في مراحل الاخيره وهذا كان مطلب ديالنا كمنظمه ديمقراطيه. علاش يقوم هذا النظام المقايسه؟ بغينا نفسروا للناس النظام المقايسه. النظام المقايسه كيعتمد على اولا على ارتفاع الاسعار, حيت اليوم المقاولات النقليه كدير عقود عمل مع مجموعه ديال يعني مع مجموعه الشاحنين. هاد العقود كتبنى على واحد التكلفه معينه واللي كيتخذ فيها الغازوال بحال الاعتبار يعني كما قلت هو التكلفه ديالو كتقل اكثر من 40-50%. اذا اليوم اثمان النقل ستتارجح. الى تطلع الغازوال راه الاثمان ديال النقل غادي تطلع. الى هود الغازوال الاثمان ديال النقل غادي ترجع للمستويات ديال هذا في قطاع اللي هو فيه المقاولات النقليه. كيبقى الاشكال الحقيقي هو في القطاع الغير المهيكل والغير الخاضع لنظام الشركات, قطاع سياره الاجره كذلك وقطاع النقل المزدوج انماط اخرى النقل. هذا خاص حلول اليوم اللي غتكون عمليه. اليوم كاين اشكال حقيقي. شنو هاد الحلول؟ الحلول خاص الحكومه اللي غتلقى الحلول. لان حنا اليوم حنا قوه اقتراحيه بطبيعه. حنا من الهدف ديالنا ان الكل يوصلوا هذه المواكبه والدعم وان السائقين المهني ما يتضروش, ولكن الاليات القانونيه والماليه راه الحكومه اللي خصها تلقى هذه الاليات. حنا كنرفعوا المشاكل كنحطوها في طاولات الحوار وكنتناقشوا من خلالها وكنبينوا الاختلالات. اليوم في قطاع سياره الاجره في هذه الدفعه السابعه الناس اللي كانوا كيستافدوا اليوم ما غاديش يستافدوا, خصوصا لان الامر مرتبط بالمركبه وهذيك المركبه في بعض الاحيان ما عندهاش يعني صاحب المركبه او صاحب المأذونيه هو متوفى او صاحب المركبه هو كيتواجد خارج الارض الوطن. اليوم كاين اشكال حقيقي ان تقريبا واحد 30 حتى 35% من الناس اللي كانوا كيتوصلوا, ناهيك على الناس اللي ما توصلوش لا بالدفعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه, وكاين اللي وما توصلش بالرابعه والخامسه. يعني كاين هنا اللي توصل الثالثه ما توصلش بالخامسه. هذا الاختلال كيتكلم ولكن مع كل هذا ان المهنيين راه بقاو محافظين على الاسعار ومحافظين. يعني ما كانتش مغامره انهم يزيدوا في الاسعار ولا في الاثمان ديال النقل, يعني بقات في المستويات ديالها. اذا الضرر اليوم كاين عند المهنيين ديال النقل والحكومه عندها ملف اليوم اللي خصها تثبت فيه. بالفعل سمعنا السيد يعني الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومه انه تكلم على رصد ملايير ديال الدراهم من اجل استمرار المواكبه ديال المهنيين النقل في مشروع القانون المالي ديال 2023, ولكن هذا غير كافي كيف ما جيتوا كيف ما جاء اللسان ديالكم. لان تحقيق الامن الطاقي في وسائل ديال النقل خص اما وسائل النقل بديله اللي كتعتمد على امور اخرى مصاحبه للبيئه او ان الدوله يعني تستمر في هذا المجال. شفنا اليوم بعض الدول اللي اليوم كتستعمل يعني المركبات اللي كتمشى بالهيدروجين
وكذلك لابد ان الحكومه تلقى الحلول والاليات الكفيله انها تضمن ان استمراريه المرفق بدون ان المواطن ما يتضررش، خصوصا المواطن البسيط اللي كيستعمل وسائل النقل العموميه ولا الجماعيه المسافره. دابا عطيتوا الحكومه نتوما واحد المهله، يعني شحال تقريبا المهله وشنو الحوايج اللي خص اللي نتوما تطالبوا بالانكباب عليها في اسرع وقت؟ المهله تعطات في التنسيق النقابي ديال 9 النقابه ديال قطاع سياره الاجره، لان يعني كذلك كان واحد كان لقاء ديال المكاتب الوطنيه لقطاع النقل وسط سيارة الأجرة ديال 9 نقابات اللي هي منسقة فيما بينها حول هذه المواضيع اللي هي عندها ارتباط كذلك بالنقل الطرقي، وتمت مراسلة السيد رئيس الحكومة وتعطات مهلة ديال 15 يوم ليتجاوب السيد رئيس الحكومة وكذلك الوزارات المعنية مع يعني مع الإشكاليات المطروحة اللي مطروحة في القطاع، خصوصا الموضوع ديال هذا الموضوع ديال وتتشوفوا مدة 15 يوم كافية باش نكيبوا على المشاكل كاع اللي تتقول فيها؟ هو فتح حوار ونقاش، لأن اليوم راه كنعرفوا حنا الحمد لله كنعرفوا بين الدولة ديالنا والحكومة إلى بغات راه شفنا كوفيد راه في أسرع وقت تم يعني تخصيص تم اتخاذ قرارات. إذا اليوم الأمر ماشي صعيب بزاف، لأن أصلا عندنا تجربة، ولابد أن السيد رئيس الحكومة أنه يعطيه اهتمام لهذا القطاع، خصوصا قطاع سيارة الأجرة اللي أتكلم عليه الآن في الشق الأخير من المداخلة ديالي، خصو يعطيه اهتمام لأن اليوم قطاع يغيب فيه القانون، فيه مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، موضوع نقاش ديال سنوات وسنوات. إذا اليوم ما لقاش الحل ديالو، حان الوقت أن يعني اليوم نكرسوا فيه المهنية ونضموا فيه الحقوق ديال المهنيين والسائقين المهنيين على الخصوص اللي كيشتغلوا بالعرق ديال الجبين ديالهم. سي شعور شكرا جزيلا على قبول الدعوة، متتبعي قناة أنفاس بريس، إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.